عايزه اكون امبارح كنت حاطه بوست سؤال للمناقشه اذا كان الاخصائي بيشتغل مثلا ببرنامج قائم على مبادئ تحليل السلوك زي الفي بي ماب، زي بيك، زي ايبلز، او اذا كان المركز كمان شغال بنفس البرامج دي. ده بيخلي ان هو الاخصائي ده اي بي اي ثيرابيست، او ان الخدمات اللي بيقدمها المركز هي خدمات قائمه على مبادئ تحليل السلوك ولا لا. وكان برضو من ضمن السؤال اللي هو يعني ده يخلي الاخصائي او يحق الاخصائي هنا ان هو لو كان بيستخدم البرامج دي ان هو يطلب من الاب والام ان هم يدفعوا له فلوس زياده شويه في الجلسات ولا لا، باعتبار حكايه الفلوس بس دي باعتبار ان هو خدمات تحليل السلوك في انحاء العالم كلها غاليه. اوكي، فبالتالي هو يعني الناس لما بتيجي تقول انا اي بي اي ثيرابيست فبتاخد فلوس شويه زياده من الاهل. فكان ده الشق السؤال الثاني. الاجابات اللي جات لي هي لا، وده حاجه كويسه، يعني يمكن 90% من الاجابات ان هي لا. لو بصينا للكوبايه المليانه فهي ده حلو قوي ان هي كانت الاجابه، الناس اجتمعت على ان ده ما ينفعلوش ولا يحق للاخصائي انه ياخد فلوس زياده، ولا ان هو يقول على نفسه ان هو اي بي اي ثيرابيست، ولا ان الخدمات دي خدمات قايمه على تحليل السلوك. بس انا هنا عايزه اقول ليه لا. اوكي، لان برضو ليه لا دي مهمه جدا للناس، لان انا ممكن تبقى فيها حاجات اساسيه جدا من اساسات تقديم الخدمه. اول حاجه انا عايزه هنا افرق ما بين حاجتين، الخطه التربويه الفرديه او البرنامج التربوي الفردي، او في ناس في بعض البلاد بتسميه خطه التربيه الخاصه زي UK، هي Special Education Plan في UK. البرنامج التربوي الفردي تقريبا في السعوديه، وخطه تربويه فرديه في مصر بتستخدم خطه تربويه فرديه هي وامريكا، يعني امريكا هي بلان مش بروجرام. طيب ده مصطلح، وفي مصطلح تاني اسمه behavior service plan، او خطه الخدمات السلوك، او خطه الخدمات السلوكيه، whatever كان ايه الترانسليشن بتاعها. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الاي بي او البرنامج التربوي الفردي او خطه التربوي الفرديه دي من اسمها في حاجه كده بين قوسين، حاجة اسمها educational يعني تربوي أو تعليمي، فبالتالي هي بتقدم للأطفال أو بتقدم للطلبة اللي موجودين already في المدارس، يعني سن المدرسة مش قبل سن المدرسة. خلاص قبل سن المدرسة ما بيبقاش داخل تحت الـ IEP. تاني حاجة بالنسبة للخدمات السلوكية أو الـ behavior service plan، يعني عبارة عن ايه؟ دي الخطة اللي بيقوم بيها محلل السلوك عشان خاطر يشتغل على البيهيفير، على السلوك بتاع الشخص او الطفل اللي هو بنقوله احنا لو استخدمنا على الاطفال، يعني لان معظم الاخصائيين اللي عندي بيشتغلوا اكتر مع الاطفال اللي هم يعني لو هم مصابين باختلافات او ان هم يعني مختلفين عن الاطفال الاخرين. اوكي، طيب ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ هنتكلم عن الخطه بتاعت السلوك عشان دي هتبين لنا ليه هو البرنامج ما ينفعش ان انا مجرد ان انا اشتغلت بالبرنامج اللي هو القائم على مبادئ تحليل السلوك ده ان هو اقول على نفسي ان انا ايه بي ثيرابيست. بصوا هو يعني ايه باختصار شديد جدا وبسطحيه شديده، يعني ما تاخدوش الموضوع ان هو عميق قوي، يعني بس بسطحيه الموضوع عشان بس اقرب وجهه النظر، ان انا لما باجي اشتغل بتحليل السلوك فانا عندي سلوكين، او سلوك غير مقبول اجتماعيا فانا عايزة اخفضه، وسلوك تاني عايزة ازوده عشان الطفل او الفرد ده يشتغل وينتج ويعيش حياته بشكل طبيعي. خلاص، يعني عندي حاجتين. فهنا البرامج لو انتوا شايفين ان البرامج بتشتغل على الشق التاني اللي هو بتاع زيادة السلوك، ما مثلا لو اشتغلنا في في بي ماب فهي شغالين اكتر على فكرة السلوك اللغوي وازاي ان انا ازود السلوك اللغوي، وفي بعض المهارات التانية اللي هي لازمة للسلوك اللغوي. وهتلاقوا معظم البرامج حتى يعني ان في ناس كتير لما بتشوف البرامج كده تحطهم جنب بعضهم بتحس ان فيهم حاجات متشابهة كتير، وده طبيعي جدا لان هي قايمه على نفس المبادئ، وهتلاقوها ان هي قايمه على مهارات معينه، اوكي، او مهارات ان هي بتساعد الطفل ان هو يبني مهارات تانية.
خلاص. فالفكرة هنا كلها، فأنا لما أجي بعمل البرنامج ده فأنا بزود أو بزود السلوك. طيب البرنامج ده نفسه ممكن تلاقوه كاتب مثلا عن حاجات عن البرومتنج أو اللي هو التلقين، يعني بيقولك أنت استخدم أنت التلقين إزاي تحط ديتا إزاي مش عارفة إيه كده، لكن مثلا ما بيقول يعني مش بيلزمك بده. يعني احنا ممكن في الخطة بقى بتاعت السلوك ممكن اغير مستوى البرومتنج دوت، بغير المستوى الارقام نفسه تبعا للطفل اللي هو اوريدي معايا او الحالة اللي معايا. تاني حاجة انا بغير مثلا في جداول التعزيز، ده على سبيل المثال. يعني طبعا في حاجات كتيرة تانية بنعملها في الخطة نفسها. السلوك اللي انا عايز اخفضه، انتوا لو انتوا ملاحظين هو مش موجود اصلا في البروجرامز خلاص، يعني هو مش موجود اساسا في البروجرامز. وان هو لو احنا اعتقدنا ان احنا لو احنا بنزود زيادة السلوك التاني هو بالمقابل هيخفض السلوك بتاع الغير مقبول، فده حتى منطقيا مش هيبقى سليم قوي. فهي الفكرة كلها ان في حد اسمه محلل السلوك، المحلل السلوك دوت بيبقى هو اللي قايم بخطة السلوك دي، بروتوكولز بيكتبها، بتحدد مثلا مستوى التعزيز، بتحدد ازاي اخفض السلوك. لان فيها في حاجه مهمه جدا احنا بنشتغل عليها، وهي ان كل طفل سلوكه مختلف عن الاخر، كلنا واخدين او عارفين كده. وحتى لو في سلوك طفلين متشابهين في نفس السلوك، فما قد يكون وظيفه السلوك عند شخص ما مختلفه عن الشخص الاخر، وفي بعض الاحيان في نفس الشخص وظيفه السلوك بتختلف باختلاف الموقف. فهنا انا لازم اعرف هو ليه بيعمل السلوك ده خلاص. فده يعني اللي بيعمله هو مين؟ محلل السلوك. فبالتالي ما ينفعش حد تاني يقوم بيه، يعني حتى مش هتقدر ان انت تقوم بده. فلو انا جات لي خطه وقال لي ده خطه، انا بشتغل دلوقتي بالاي بي اي وهي عباره عن برنامج، بس اعرف ان اللي عمله ده مش محلل سلوك خالص، وان هو ده مش قايم على مبادئ تحليل السلوك من اساسه، تمام. فهي الفكره كلها الاساسيه ان انا عندي هنا شق ان انا بخفض سلوك ما، فلازم ان انا اشتغل بيه. وبما ان كل يعني هي حتى انتوا لو في الكليه هتلاقوا ان في كلمه مراعاه الفروق الفرديه دي اتدهست في ال4 سنين، ولو انتوا بتاخدوا ماجستير وتاخدوا دكتوراه برضو اتدهست في كل حته. فهنا هي الفكره، ده شغل التربيه الخاصه، مراعاه الفروق الفرديه هو بقى ده الشغل اللي احنا بنشتغل بيه. حتى لما نيجي نعمل بروجرامز sometimes احنا مثلا يبقى عندي طفل مثلا عنده مهارات معينه، فانا ببدا بمهاره قبل مهاره تانية، او ابدا يعني ممكن المهاره دي تبقى رقم واحد، وانا ممكن شايفه ان الطفل ممكن يبدا بالمهاره الثالثه وبعد كده يرجع للمهاره مثلا اللي هي واحد، يعني whatever كان ايه مدخل الطفل نفسه. فهي الفكره مش مجرد كتاب طبخ هفتحه واقول المقادير تبقى واحد واثنين وثلاثه والطفل هو يشتغل فيه، اوكي. فهي هنا ده وظيفه محلل السلوك، ان هو يشتغل على البلان دي. بيشتغل بتاخد خطوات كتيره، وبتاخد يعني حاجات تقدر تقولوا عليها تكنيكس. التكنيكس دي بتمشي تبع مبادئ تحليل السلوك. طيب في حاجه عايزه اقول لكم، يعني فكره تحليل السلوك ليه علم طبيعي. لو انت في معمل كيمياء وحطيت مثلا مركب غلط، ممكن اللاب نفسه او المعمل اللي انت فيه ينفجر، صح؟ الفكره نفسها في تحليل السلوك هي كده. فانت ممكن تزود مركب ما او تنقص مركب ما، او تحط مركب مع مركب هتضر الطفل مش هتساعده. لو هو قاعد مثلا مفروض ان هو يقعد في مهاره ما اسبوع، هتلاقيه يقعد هنضيع له شهور عشان خاطر احنا مش عارفين نشتغل بالظبط ازاي. فنصيحة مني، لو انت شغال بالبرامج بتاعتك، اكيد طبعا انت مش هتقول على نفسك ان انت اي بي اي ثيرابيست، عشان هو يعني الفكرة كلها ان احنا زي ما احنا قلنا انه ما ينفعش. لكن كمان حاول انك تقرأ الاساس النظري، وازاي البرنامج ده جه، وايه الاختلافات. ولو انت بتشتغل ار بي تي تحت مثلا اشراف حد محلل سلوك، اساله هو انت ليه عملت ده؟ طب ده لو انا زودت كذا، طب انا لو حطيت، لان في اوقات زي احنا قلنا كده بنعمل
بعض الممارسات على فكرة بشكل تلقائي جدا، يعني ممكن حتى بنقع فيها احنا طبيعيين، يعني ممكن ايه بتعمل حاجة كده وتبقى الحاجة دي غلط، فاهمني؟ فبتأثر في الطفل وبتأثر على خطة العلاج ونجاحها وفعاليتها. وبالتالي انت مفروض ان انت بس تفهم هو ليه العلاج ده ليه كده، طب ايه البرنامج ده، طب ايه اساسه، طب هو على انهي مبدأ من مبادئ تحليل السلوك، طيب لو استخدمته بشكل خاطئ ممكن الطفل يحصل له ايه. يعني الفكرة كلها ان انت حاول تقرأ وحاول تعرف السبب. اخر حاجه عايزه اقولها ان الناس اللي بتزعل مني دايما من فكره اشتغلوا على نفسكم، ادرسوا، طيب حاولوا تفهموا، يعني بلاش تشتغلوا في حاجه انتوا مش فاهمينها قوي، بيزعلوا مني. انا مش عايزاكم تزعلوا، بس هو لا يصح الا الصحيح، تمام؟ يعني انا لو انا بطني وجعاني مش هروح لدكتور سنان اقول له بليز شوف بطني فيها ايه، اوكي؟ يعني ممكن دكتور السنان ده يديني مسكن، المسكن ده يبوظ لي اصلا معدتي اللي هي اصلا انا رايحه بشتكي منها، خلاص؟ فكل واحد في تخصصه هيشتغل اكتر وينتج اكتر، وكل واحد فينا احنا الفكره كلها احنا هنا في الدنيا دي كلها بنشتغل وبندرس وبناخد ماجستير وبناخد دكتوراه عشان خاطر نفيد الاخرين، يعني انت البصمه اللي انت بتحطها هي خدمتك للاخر. فبالتالي العميل اللي عندك او الطفل اللي عندك او الشخص اللي عندك اللي جاي يقول لك من فضلك ساعدني، يعني حاول ان انت تساعده بجد، مش ان انت يعني تعمل حاجه والحاجه دي ممكن تضره. فالفكره كلها ان احنا لو درسنا الدنيا هتبقى يعني باينه قدامنا، يعني هو حتى انا اعتقد ان ديننا بيحث دايما على العلم، اوكي؟ ففكره ان احنا يعني حتى انا افتكر ان انا في ممارسات انا شفتها مع ناس هم الممارسات دي خلت الطفل نفسه يقعد سنه واثنين وثلاثه متاخر عن صحابه، اوكي؟ او متاخر عن اقرانه من نفس السن، بسبب ان هو بس يعني تعنت في ان هو ما يسالش الشخص الاخر، اوكي؟ فاحنا الفكره كلها من اولها لاخرها موضوع بسيط قوي، انتوا لو يعني خدوها بصدر رحب، ما تاخدوهاش ان هي نوع من انواع ان انا بقول لكم ادرسوا ده معناه ان يعني ان في حد فوق حد، هي الفكره كلها من اولها لاخرها الدارس هو اللي هيقدر يساعد الاخرين، اللي مش دارس هيضر الاخرين، بس يعني ما تاخدوهاش فكره ان مش عارفه في ناس بتزعل مني وانا مش عايزاهم يزعلوا، يعني الفكره كلها مش عايزه حد يزعل مني. هي انا لما بقول لحد ادرس او يا ريت تقرا او يا ريت تروح ويا ريت تعرف وتقرا وتدرس وتاخد يعني سيرتيفيكيشن او تاخد مثلا رخصه بتاعتك او ريفر ليه، ده عشان خاطر ان احنا نتحسب على الناس اللي احنا ماسكينها. فاحنا بما ان احنا نتحاسب يوم الايام ان شاء الله، فما يبقاش احنا واقفين قدام ربنا سبحانه وتعالى واحنا مضرين الناس، تمام؟ لمجرد بس ان هو عدم العلم، ان احنا ما رحناش ورا العلم ودرسناه بس، يعني